الحوثيون يشترطون على المواطنين الغاز مقابل تسديد الزكاة إليهم. كيف يستغل الحوثيون المناسبات الدينية لجباية الأموال وابتزاز المواطنين؟ وكيف تضاعف هذه الممارسات معاناة المواطنين في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا؟ أهلا بكم. جبايات الحوثيين وابتزازهم للتجار والمواطنين في مناطق سيطرتهم تتواصل ويزداد رواجها في المناسبات الدينية والأعياد. مع كل يوم يمر والميليشيا مسيطرة على مناطق في اليمن، تتضاعف معاناة المواطنين فيها وتتحول مناسباتهم الدينية وأفراحهم إلى نكبات بفعل ممارسات الحوثيين واستغلالهم. في شهر رمضان نشرت الميليشيا لجانها لتحصيل الجبايات من التجار بالقوة، ومن لم يدفع الزكاة يغلق محله، كما ربطت توزيع اسطوانات الغاز المنزلي عبر عقال الحارات بدفع زكاة الفطر واستلام الغاز باستلام سندات الزكاة في صورة من صور النهج الفاشل الميليشاوي واستغلال حاجات الناس الأساسية لجمع الأموال. كل ذلك في ظل توقف الرواتب لقرابة 3 سنوات وتوقف أعمال الناس ومصالحهم ما عدا المرتبطين بالميليشيا ومصالحها. فإلى أين ستصل معاناة اليمنيين؟ إذا أردت الحصول على اسطوانة غاز منزلي فلن يكفيك أن تدفع ثمنها. لن تحصل على ما تريده إلا بإرفاق سند يؤكد أنك قد سددت زكاة الفطر لدى عاقل الحارة المعين من قبل ميليشيا الحوثي. وكأنه لا يكفي الميليشيا ما سببته لليمنيين خلال 4 أعوام، والتي جعلتهم يعيشون في ظروف بالغة السوء في ظل انقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل وتوقف الخدمات، فيما لا يعني الحوثيين من أمر اليمنيين سوى جباية ما تبقى لهم من مقومات حياة. تتعامل الميليشيا مع المناسبات والأعياد كمواسم جباية وابتزاز للمواطنين وتعكير صفو المناسبات الدينية وروحانيتها. فمع بدء حلول 10 الأواخر من رمضان تصاعدت موجة جباية الحوثيين بحق التجار ومالكي المحلات تحت عدة مسميات. يتوزع محصلو ولجان الحوثي على محلات صنعاء بشكل يومي لجمع الأموال والجبايات بالقوة، مرة باسم الزكاة السنوية ومرة باسم زكاة الفطر وأخرى باسم ما يسمى بالمجهود الحربي. وفي حال امتناع أي تاجر عن دفع المبلغ الذي تحدده الميليشيا يغلق محله وتقيد بحقه مخالفات كعقاب مسلط من قبل مشرفي الجماعة على كل من يرفض قرارات سلطتهم القاتلة. في ذمار تحذر الميليشيا التجار والمواطنين من إخراج زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين والنازحين بحجة أن دعم جبهاتهم ومقاتليهم أولى من ذلك. تحتضن صنعاء المراكز الرئيسية لنحو 17 بنكاً تجارياً تدفع للميليشيا أكثر من 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوية، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لآخر، كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب ومجهود حربي. لم تكتفي ميليشيا الحوثي بكل هذا، بل تعمل على تكريس نفسها كسلطة قهر وجباية تفرض على المواطنين العاديين تمويل حروبها وثراء قياداتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الذي سينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ محمد القليسي من مأرب وهو صحفي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. أهلا بك. كما سينضم معنا مجموعة من الضيوف أيضا عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. دعني أبدأ معك الحديث أستاذ محمد. بالأمس حدث المواطنين أو المواطنون أن سلطات الميليشيا فرضت عليهم مبلغ أو دفع الزكاة مقابل استلام اسطوانات الغاز عبر عقال الحارات. بأي حق تفرض الميليشيا هذه السندات التي هي يعني للزكاة والناس بهذه الظروف؟ بعضهم لن يستطيع دفع الزكاة أصلا أو هي غير واجبة عليه كما نعلم. بأي حق أصلا تستولي هذه الميليشيات على الدولة ومقدرات الوطن؟ يعني ابتداء هذه الميليشيا لا تبحث عن مبرر شرعي أو قانوني، هي لا تستغل المناسبات الدينية فقط، بل هي
تستحدث وتبتدع مناسبات. زكاة الفطر معروف في قان أنها تصرف أو تخرج في يعني يوم عيد صباح يوم عيد الفطر، ويمكن إخراجها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وهي تعطى للفقراء لإغنائهم عن السؤال والحاجة يوم العيد. هذه الميليشيات تبتز المواطن الذي ربما يكون أكثر حاجة لهذه الزكاة، ربما هو يستحق أن يعطى من زكاة الفطر يعني من غيره من الميسورين. زكاة الفطر أساسا هي لا تعطى للدولة، وإنما كان هذا أحد موروثات الدولة الكهنوتية الغابرة، تحديدا في الدولة القاسمية التي يعني جعلت زكاة الفطر تسلم لما يسمونه بالدولة. جاء الحوثيون وابتدعوا أن تربط بحق من حقوق المواطن، وهو الحصول على سلعة ضرورية وأساسية، وهي مسألة الغاز المنزلي الذي هو أيضا لا يحصل عليه حتى لو دفع هذه الزكاة وأحضر السند، لا يحصل عليه بالسعر الرسمي الذي قررته شركة الغاز، بل يحصل عليه بسعر مضاعف ويدفع مع ذلك الزكاة. هذه زكاة الفطر التي لا اقتران ولا ارتباط بين زكاة الفطر وبين يعني دفع وبين الحصول على الغاز المنزلي. هذه ليست أول يعني مناسبة يستغلونها أو يستحدثونها، هم يربطون الابتزاز ونهب المواطن بمناسبات دينية ومناسبات وطنية ومناسبات طائفية ومناسبات لم يسمع عنها المواطن اليمني من قبل شيء، تزيد معاناة المواطن وتزداد معه يعني أبواب النهب والجباية والابتزاز من قبل هذه الميليشيات. يعني لم يسمع أحد في العالم الإسلامي بأسره أن تربط الزكاة بشيء، يعني شيء مقابل شيء، أن يقايض المواطن بخدمة أساسية المفترض أن توفرها له الدولة أو سلطة الأمر الواقع كما هو الحاصل في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. لم يسمع العالم بذلك إلا في عهد الميليشيات الحوثية التي لا تترك باب من أبواب الابتزاز المواطن ونهبه إلا واستغلته لتأخذ المزيد والمزيد من أموال المواطنين بغير حق. نعم، نعلم أستاذ محمد أن المواطنين بدون رواتب منذ 3 سنوات تقريبا، بالتالي زادت حالة الناس بؤس، زادت حالة الناس احتياج، فيعني يأتي الحوثيون يرغمهم على دفع الزكاة، وأيضا عمل حملات منذ بداية رمضان لوجوب دفع الزكاة إليهم، كيف تتابع هذا الأمر؟ طبعا كما ذكرت بالنسبة لهذه الحملات التي يعني يقوم بها الحوثيون لإرغام الناس على دفع الزكاة، الحوثيين هؤلاء أولا هم لا يبحثون عن الزكاة لصرفها في مصارف معينة، سواء كانت زكاة فطر التي هي في الأساس حق من حقوق الفقير يأخذه مباشرة من الغني أو من القادر أو من وجبت عليه الزكاة، ولا يبحثون حتى عن المحتاجين والمعوزين والذين يعني تجب عليهم الزكاة لكي يعني يجمعوا الزكاة لصرفها لمستحقها وفي مصارفها. هذه الحملات التي وجدنا أنها تجد أو تتلون في ألوان وفي صيغات وفي أشكال عجيبة ومبررات غير منطقية في الأساس، منها يعني الدعم، منها يعني ارتباطها بخدمة الغاز المنزلي، ومنها حملات إجبارية على المحلات التجارية والمؤسسات التجارية والبنوك والمستشفيات والمؤسسات الخدمية بشكل عام، والنزول إلى التجار أخذ الزكاة تحت تهديد السلاح، وأيضا بمبالغ مضاعفة دون مراعاة ماذا كسب. طبعا بالنسبة للتاجر أو للمقدم الخدمة هو بنهاية الأمر هو يضيفها على المواطن الذي بدلا من أن يحصل على هذه الزكاة كحق شرعي من حقوقه، هو يدفعها في فارق السعر الذي يقدمه يعني مقابل سواء الخدمة التي أخذها من المؤسسة الخدمية أو السلعة التي أيضا يحصل عليها من المحلات والمتاجر التي تلزم بدفع الزكاة. هذه الحملات التي يعني تابعناها ونتابعها وكل يوم تأخذ منحى جديد ولون جديد تدل على أن هذه الميليشيات يعني بالدرجة الأولى لا يهمها إلا تكوين إمبراطورية اقتصادية واستغلال المواطن ودعم مجهودها الحربي وابتزاز المواطن بأي حال من الأحوال. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا من صنعاء توفيق الصنعاني عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ توفيق. أهلا بك، مساء النور.
أهلا بك معنا وخاتم مباركة، ونود منك أن تطلعنا على هذا الأمر أستاذ توفيق، يعني ما حقيقته مسألة فرض يعني اشتراط تبادل إذا أراد أحدهم أن يشتري أسطوانة غاز أن يعني يظهر سند الزكاة الذي دفعه لميليشيا الحوثيين، كيف هذا الأمر؟ بالنسبه للغاز من المعروف ان الغاز يتم الحصول عليه عن طريق العقار وذلك من الفترات الزمنيه الطويله وعن طريق ارسال الاسم العاقل مع افراد الاسره، يعني اصبحت الان تعامل معامله عشان تحصل على الغاز. نعم. واخيرا يقال بان الحوثيين يريدون ربط موضوع الزكاه بدبه الغاز. بمعنى هذا من يريد غاز من العاقل من عاقل الحاره عليه ارفاق قبض للحصول على دبه الغاز، سند قبض الزكاه وذلك للحصول على دبه الغاز. نعم. هل هذا الامر موجود في كل الحارات استاذ توفيق؟ بالنسبه للان للغاز عند العقار، يعني للان لم يتم الحصول على الغاز. الاسطوانات الفاضيه ما زالت عند العقار، بس الخبر هذا يشاع واتوقع انه سيكون حقيقي. طيب هل تتوقع ان يعني الاشخاص اللي ما فيش عليهم زكاه او اللي مش قادرين يدفعوا الزكاه او دفعوها يعني من وجهه نظرهم لمصارف اخرى يجدون انها تستحق، هل ممكن ان يتعاطوا مع هذا الامر؟ يعني الن يتخذوا اي موقف مع الذي يحدث؟ بالنسبه للناس المحتاجين هو يقول دبر نفسك، تريد غاز تدفع الزكاه، محتاج او مش محتاج مش مشكلتنا، هذا ما يقولون. اعرف ناس يحصلون على الطحين من فاعل الخير وقيمه الغاز من فاعل الخير. لا يوجد من يعولهم، الان يريدون قيمه الغاز ومبلغ الزكاه المقرر منهم وامثالهم هم من يستحقون هذه الصدقات. نعم، بكم تباع اسطوانه الغاز يا استاذ توفيق؟ اسطوانه الغاز عند العقاد 3500 تقريبا. من 3500. اي بس السوق السوداء 9 8 هذا كله على حسب مزاج البائع. نعم. اذا بخصوص موضوع التضييق على حريات الناس استاذ توفيق، يعني جزء منها هذا اشتراط مبادره الغاز بسندات الزكاه، اغلاق محل او معرض سيتي ماكس بصنعاء، يعني ايضا منع بعض المساجد من اقامه التراويح، ما مدى مصداقيه ذلك؟ بالنسبه للمحلات في نفس اغلق العام الماضي في نفس التوقيت وهذه تبقى عليها علامه استفهام. بالنسبه لصلاه التراويح هذا العام قائمه في بعض المساجد. نعم. في بعض المساجد التي اعيدت اليها قائمتها السابقين في الفتره الاخيره. نعم. بشرط ان تخفض مكبرات الصوت. نعم. هم اصلا يدركون ان منعهم من صلاه التراويح سيواجه سخط كبير وهذا ليس من صالحهم، لكن توقعوا إذا تمكنوا من الحكم الفعلي وأصبحت دولتهم مرفقة فيها دوليا سيمنعون الصلاة المفروضة مش بس صلاة التراويح. نعم. إذا يعني هل تعتقد أن مسألة تبديل أسطوانة الغاز بسندات الزكاة مجرد يعني جس نبض للشارع، خاصة أنت تقول لي أن الأسطوانة ما زالت مع عقال حارات لم يحدث هذا الأمر فعلا، هل يريدون أن يجدوا مدى قبول الناس حتى يصبح شرط أم قد يتراجعوا إذا ما هناك هبة مجتمعية ضد ما يقومون به؟ بالنسبة للشارع هم الآن لا ينتظرون ردة فعل من الشارع، هم الآن يفرضون على من في الشارع، هم يفرضون على المدنيين قصدا أنك تدفع الحاجة الذي يقولونها تمشي على الناس الجميع، ما هم لا يجلسون نبض الشارع، هم ليسوا دولة عشان يجلسون نبض الشارع. هم إذا أقروا شيء يمشون طبعا. نعم. إذا برأيك هذا القمع نعم هذا القمع أستاذ توفيق والجباية التي تؤخذ من الناس في مناسباتهم الدينية، هناك بعض المحلات ملزمة بدفع مبلغ معين مساهمة منها أو كمجهود حربي كما نسمع، برأيك كيف ينعكس على ظروف الناس وحياتهم في ظل هذه الأوضاع وخاصة يعني قبل العيد ومتطلبات العيد؟ بالنسبه للمساهمه لا احد يريد ان يساهم، هو يساهم من باب انه
يحفظ محله، يحفظ ما تبقى من محله، يجيب جزء يحفظ، لكن انه يريد ان يدفع طوعيا لا، لا الناس لا حول لهم ولا قوه. صحيح هم يعانون لكن لا يستطيعون فعل شيء امام جبروتهم وتقلقهم. الناس متامله الفرج من الله فقط ولو بعد حين، ويدركون ان بعد هذا الاسر سيكون ان شاء الله. نعم، نسأل من الله لكم الفرج أخ توفيق الصنعاني، وأنت مواطن تعيش في صنعاء وتكتوي بنارها. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ محمد، استمعت لحديث الأستاذ توفيق، برأيك يعني ما الذي يريده الحوثيين؟ مثلا مسألة ماركت أو محلات سيتي ماكس الموجودة في شارع الستين والتي تغلق في نفس الموسم للعام الثاني على التوالي، يعني نحن نعلم أن هذا الموسم هو موسم أو الموسم الأهم بالنسبة للتجار، يعني ما هو الغرض اختلاق أسباب لإغلاق المحل بهذا الشكل؟ طبعا الحوثيون يهدفون إلى هدفين أساسيين، يعني بالنسبة للتعامل مع سواء المحلات التجارية، المؤسسات التجارية، المؤسسات الخدمية، المؤسسات الإيرادية بشكل عام. هم من ناحية بالدرجة الأولى يهدفون للابتزاز، الابتزاز أولا، أن يغلق محل تجاري في ذروة الموسم هو إما أنه لم يعني يخضع بشكل كامل لابتزازهم، أو من أجل أن يكون عبرة لبقية المحلات والبيوت التجارية أنه سيكون مصيركم إن لم تخضعوا يعني خضوع كامل، سيكون مصيركم الإغلاق في ذروة الموسم، ستحرمون الموسم السنوي. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا، هم يضيقون أيضا على المحلات والمشاريع التجارية من أجل إفراغ الساحة وإتاحة الفرصة لمشاريعهم التجارية الصاعدة. بالأمس كانوا شحاتين يعني وفقراء قادمون من الكهف، واليوم يمتلكون محلات تجارية، يمتلكون شركات ومؤسسات واستثمارات وعقارات. هذه الاستثمارات وهذه العقارات وهذه البيوت التجارية وهذه المحلات وهذه المؤسسات يجب بعرفهم أن تحل يعني وأن تسيطر على السوق بشكل كامل، وأن تصبح بقية هذه المؤسسات الأخرى مجرد يعني ماذا نقول يعني أبواب لتحصيل الجبايات. لكن بالدرجة الأولى يجب أن تكون محلاتهم وتجارتهم هي يعني بالدرجة الأولى هي التي تسيطر على السوق. ماذا يريد الحوثيون أيضا من التضييق على الناس بهذا الشكل؟ يريدون أيضا إرهاب الناس بحيث أن يصبح يعني كل الناس خاضعين ماليا وسياسيا وفكريا، وحريتهم مقيدة أيضا بشكل كامل، بمعنى نحن لا نأبه بأحد، إما أن تعطينا إما أن يعني تذهب إلى الفناء، إما أن يعني يخترب بيتك مثل ما يقال يعني. نعم، إذن أستاذ محمد، يعني استمعت لحديث الأستاذ توفيق وهو يقول الناس ليس بيدها شيء، هناك بطش شديد من قبل ميليشيا الحوثي لأي معترض، إنهم ينتظرون الفرج من الله. لا تعتقد أن بيدهم شيء، خصوصا مسألة الضغط على الناس أن تدفع الزكاة لكي تحصل على اسطوانة غاز؟ نعم، لا تسمعني أستاذ توفيق؟ الصوت. عفوا أستاذ محمد، هل تسمعني؟ عفوا لم أسمع شيء، الصوت مقطوع بشكل كامل. نعم الآن هل تسمعني؟ نعم أستاذ توفيق، هل تسمعني الآن؟ عفوا أستاذ محمد، لا لا يسمعني، هناك مشكلة في الصوت. نعم، إذا إلى أن تحل الإشكالية مشاهدينا الكرام سنعاود الاتصال بالأستاذ محمد للحديث حول هذا الموضوع. حقيقة يعني في كل يوم ونحن نسمع شيء جديد يبتدعه الحوثيون، أفكار فقط الغاية منها الاستفادة لهم والتضييق على المواطنين بشكل أو بآخر. يعني لدينا العديد من أهالينا الموجودين هناك ويحدثون كيف أن رمضان فقد بريقه
المعتاد، لم يعد الناس يشعروا بنكهة رمضان ولا بجمالها بسبب أوضاعهم السيئة، بسبب عدم حصولهم على الرواتب، بسبب عدم استطاعتهم تلبية احتياجات أطفالهم. العيد مقبل الآن والأوضاع من سيء إلى أسوأ، يعني حقيقة المرء يحتار، ما الذي تريده هذه الميليشيا بالضبط من اليمنيين؟ يعني ألم يكفيها كل هذا البذخ الذي تعيشه؟ الجميع يشاهد بغصة حقيقية العمارات والفلل التي تبنى هنا وهناك، الشركات الجديدة، الكافيهات، المطاعم، وربما هناك توجه مجتمعي وحملات لمقاطعة كل ما له علاقة بهذه الميليشيا. أعتقد أن المواجهة مع الميليشيا في ظل هذه الظروف صعب للغاية وفيه تهلكة بالنسبة للمواطن، ولكن يستطيع المواطن على الأقل ألا يتيح لهم فرصة التمادي بهذا الشكل. نعم، وينضم معنا عبر الهاتف الصحفي فهد سلطان، الكاتب والباحث من الرياض. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور والعافية لك أستاذ أسيا وكل المشاهدين الكرام. نعم، إذن أستاذ فهد، القنوات التلفزيونية يعني تحضر مسلسلات ليتابعها الناس والحوثيون كل يوم، ولديهم مسلسل خاص بهم يبتدعونه للتضييق على الناس. كيف تتابع مسلسل القهر والجباية الذي يفرضه الحوثيون على المواطنين بشكل أو بآخر؟ هذا الكلام صحيح. يعني بالأمس نشرت على صفحتي أو وصلتني معلومات من محافظة عمران 50 كيلو شمال صنعاء أن الحوثيين نصبوا لوحات كبيرة على داخل الأسواق وفي الشوارع، وكان الدافع بأن المواطنين بسبب أنهم يرددون يعني أو يشاهدون المسلسلات أو البرامج الساخرة التي تذيعها قناة الشباب وقناة بوقيس وقناة الشباب وغيرها من القنوات. جماعة الحوثيين اليوم تقريبا يتعامل معها الكثير من الناس على انهم دوله ولو بطريقه غير مباشره. يعني هذه عصابه قدمت من الكهوف الى المدن، وهي وحيان كما يقول الدكتور علي الوردي عندما تكلم عن مثل هذه الميليشيات او مثل هذه الهجرات او مثل هذه الغزوات التي تحصل من الريف الى المدينه، انهم عندما يجوعون يذهبون الى المدن ويخربون كل شيء ويأخذون كل الاموال، وإذا استطاعت الدولة أن تستعيدهم فيعودون من حيث أتوا، أو أن تنشأ من داخلهم جماعات تقوم بالقضاء عليهم وفي حركة هكذا مع التاريخ. الذي يلاحظ ما يقوم به الحوثيون الآن في العاصمة صنعاء لا يوجد شيء لمفهوم الدولة ولا بأسسها ولو حتى بمفهوم الدولة البسيطة. كنا في السابق نقول منها أن الحوثيين يريدون أن يعيدوا الدولة إلى الدولة البسيطة، الدولة التي هي بلا مؤسسات وأن تكون بيد فاتح الفرد، وهذا صحيح شكلاً، لكنها في حقيقة الأمر تتجاوز حتى المفهوم بهذا المفهوم. يعني الحوثيين الآن ردة إلى ما قبل عصر الإمام. عهد الأئمة كانت هي دولة بسيطة، دولة الشخص الواحد الذي يتحكم بكل وسائل معيشة الناس. الحوثيين وصلوا إلى مرحلة أسوأ، يعني مرحلة ميليشيات ومقاتلين، يعني يتقاسمون هذه الدولة مجموعة من الأشخاص. يعني الأرقام التي أذيعت أو أذاعتها بعض القنوات خلال الفترة الماضية مهولة حول حجم الفساد. يعني هنالك الآن مثلا أشبه بالعصابات دائما في المنظمات الدولية أو يعني العصابات العابرة حتى للحدود، تجد سهولة في التعامل مع مثل هذه الأشكال. نعم نعم. إذن في كل مرة كما اتفقنا أستاذ فهد، يعني نجد فكرة جديدة للجباية من الناس، ربما آخرها موضوع الزكاة التي يشترطونها على المواطن مقابل اسطوانة الغاز. يعني برأيك، يعني هل الزكاة إجبارية على الناس؟ هل اليمنيون الآن بوضع يتيح لهم دفع الزكاة؟ هذه القضية تقريبا يمكن الإجابة عليها من حقين. أولا لست فتيش، والنقطة الثانية حتى ليست من دائرة الفتوى في هذه المسألة. المسلم نفسه يستطيع أن يفتي نفسه في مثل هذه القضايا، يستطيع أن يدفع الزكاة إلى مصالحها.
لكن ما يقوم به الحوثيين هي تتعدى مساله اخذ الزكاه، هم يعني يتترسون حول مثل هذه المفاهيم الدينيه والاقتصاديه والقيميه والدينيه من اجل الجبايه. اين هذه المصارف التي سياخذونها او اين هذه الزكاه التي سيوزعونها؟ اخذوا نهبوا المعونات المحليه والدوليه، يعني كثير من اليوم كثير من التجار افلسوا، اخذ فقط نهب وسرقات لا تصرف الى مصارف. صحيح لا يحتاج المسلم اليمني او لا يحتاج الشخص اليمني الى فتوى حول دفع وجود دفع الزكاه للحوثيين او لا، يستطيع ان يفتي نفسه في هذه المساله. فليستفتي نفس قلبك وان افتاك الناس وافتوك، يعني هذه المسائل يستطيع ان يفتي فيها كل انسان ويدفع الزكاه الى مصارفها في حاله غياب الدوله الحقيقيه التي تصرف هذه الزكاه الى مصارفها الطبيعيه الحقيقيه التي ذكرت في الشرع الاسلامي. نعم. إذا ابقى معنا أستاذ فهد، سأعود إليك بعد أن أخذ رأي الأستاذ محمد في هذه القضية. أيضا تحدث معنا الأستاذ توفيق ضيفنا من صنعاء، وهو يقول أن الناس أحيانا يحصلون على قيمة أسطوانة الغاز من فاعل خير، لا يجدون ما يأكلون، يعني الدقيق من فاعل خير، السلال الغذائية من فاعل خير، من أين له أن يدفع الزكاة حتى يجمعها الحوثيون للجبهات؟ لا، بل الأنكى من ذلك والأمر أن الحوثيين حتى فاعل الخير يمنعوه ويجرموا فعله. يعني إذا كان هناك فاعل خير يريد أن يساعد الناس، يريد أن يوزع سلات غذائية، معونات للناس، مساعدات مالية، هذا شخص توضع عليه علامة حمراء، ربما يعتقل، ربما يعاقب، بل يقينا. يعني أنا عرفت أناس يعني كان لهم ارتباط بعمل خيري فردي، مبادرات ذاتية، وتم استدعائهم وسجنهم ومساءلتهم. يعني لا يكتفي الحوثيون بنهب المواطن والتضييق عليه وعدم إعطائه شيء من ما يحتاجه من الخدمات بحكم أنهم سلطة الأمر الواقع، بل أنهم أيضا يضيقون حتى على أي مبادرة خيرية، سواء تحت لافتة مؤسسة أو تحت لافتة أو حتى مبادرة فردية ذاتية. هم فقط يريدون أن تكون المساعدات الإغاثية والمنح تأتي عبر المنظمات الدولية ومندوبهم الذين يسيطرون على مقاعد هذه المنظمات الدولية هنا في اليمن، من أجل أن يبتزوها ويأخذوها لهم. هذا الجانب الإنساني المرير الذي يعيشه المواطن لا يهمهم منه إلا أن يتاجروا بمعاناة المواطن، ليصوروا المواطن على أنه محاصر، على أنه لا يجد اللقمة نتيجة الحصار، أما غير ذلك لا يهمهم. يبتزون المواطن بمسميات عديدة وعجيبة، أعياد وطنية، أعياد دينية، أعياد طائفية، الغدير واليوم الشهيد ويوم استشهاد حسين بدر الدين وفلان وفلان، يعني هناك مسميات لم يكن يعرفها المواطن اليمني، ومع ذلك يعني ترصد لها مبالغ كبيرة ويدفعها المواطن صاغرا. حتى يعني تاجر الجملة، تاجر التجزئة، المواطن العادي يجب أن يدفع. هذا التضييق على المواطن الذي أوصله إلى أسفل دركات ودرجات الفقر والمعاناة، يعني بالنسبة لهم لا يعنيهم شيء، لأنهم ليسوا دولة، هم مجرد ميليشيات تبتز المواطن وتتاجر بمعاناته وتمنع عليه. يعني حقيقة ما يثير العجب هو لماذا تمنع المبادرات الخيرية التي يعني المواطن في أمس الحاجة إليها ولا تضرهم، بل بالعكس هي تخفف عنهم شيء من مسؤوليتهم الإنسانية والقانونية تجاه هذا المواطن، ومع ذلك يتم التضييق على هذا العمل الخيري حتى المبادرات الفردية الذاتية. نعم. إذن دعني أنقل سؤالك لي الأستاذ فهد. أستاذ فهد، برأيك يعني حتى على مستوى كما تفضل معنا ضيفي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ محمد، يعني هناك تضييق حتى على العمل الخيري، من يريد أن يدفع عن هؤلاء الناس ربما يسجن، من لديه مبادرات طوعية شبابية أيضا يتم قمع هذه المبادرات. يعني حتى على مستوى العمل الطوعي الإنساني هناك مخاوف منه من قبل المواطنين، ربما نحن لمسنا ذلك في برنامج حيث الإنسان، حاولنا الوصول إلى بعض المتضررين في العاصمة صنعاء، ولكن لم يستطع أحد أن يتعاون معنا خشية ميليشيا الحوثية. نعم،
في نقطة مهمة أن نستوعبها بشكل جيد، أن الحرب توفر فرصة لجذب الأموال بشكل كبير، ولذلك التضييق على الناس هو التضييق على الناس ومنع كل الوسائل التي توصل إليهم وفتح قنوات عبرهم فقط. هذه القنوات عبرهم إما قنوات للنهب أو ودفع الناس للذهاب إلى الجبهات من أجل القتال في صفوفهم. يعني كل هذه التضييق على الأعمال الخيرية وعلى الإغاثات وعلى التضييق على معاش يعني معاش وحياة الناس يصير في هذا الاتجاه، بأن يلجأ الناس إليه، لأن الناس عندما تغلق عليهم أمام الطرق وليس إلا طريق واحد سيذهبون إليهم وسيطلبون أي مبلغ يكفيهم عن الحياة، وهذه المبالغ أو ما سيحصلون عليه، وهذا هو الحاصل الآن. يضيقوا على الدراسة ولا يجد الطلاب أمامهم فرصة من أجل قوت أنفسهم وقوت أسرهم إلا أن يذهبوا إلى الجامعات، وكذلك يعني وقف على ذلك بقية الفئات من فئات الناس. يعني الحرب توفر لهم عامل من عوامل الحصول على المال بشكل كبير، ويعطون جزء بسيط من هذه الأموال التي يجبونها على من سيعمل معهم أو على من سيعمل على استمرار مثل هذه الحرب. نعم، برأيك أستاذ فهد، هل يستطيع المواطنون يعني مقاطعة مثل هذه المحاولات من قبل ميليشيا الحوثي؟ هل يستطيعون أن يتخذوا موقف مما يحدث؟ على الأقل يعني هناك صعوبة في مواجهة هذه الميليشيا، نعلم ذلك ونعلم مدى قسوتها ومدى وكم قد أخذت يعني من المواطنين وأودعتهم السجون، ولكن يعني على الأقل ألا يتجاوبوا مع عقال الحارات، ألا يشتروا منهم، هل هم قادرون على ذلك؟ لا أعتقد أن هذه المقاطعة صحيحة. هذا السؤال يحتاج إلى وقت. إذا أبعدنا كل العوامل الخارجية وكل العوامل المؤثرات الأخرى، إذا افترضنا أنه لا يوجد شرعية ولا يوجد تحالف ولا يوجد أي اتجاهات أخرى، فهذا السؤال الإجابة حقه منطقيا أو موضوعيا يحتاج إلى سنوات طويلة حتى تثور من داخل الحوثيين أو إسقاطها من الداخل. لا يستطيع الناس، يعني الوضع الذي يعيش داخل العاصمة، نحن نسمع من أناس وتتحاصر بعضنا المعلومات وحالهم، يصعب على الناس ان يتجمهروا او ان يحدثوا اي شيء. الحوثيين يتعاملون باسلوب صارم في مثل هذه المسائل، ولا يعني اي محاوله ستضرب وتقمع بطريقه وحشيه. يعني الثورات او الانقلابات او تحتاج الى ظروف، قد يعني مثل هذه الظروف هي تساعدها، لكنها تحتاج الى يعني طرق لا تتوفر فيها حتى الان. الناس الان في وضع في العاصمه صنعاء وفي محافظه عمراء في محافظه تحت الحوثيين في وضع صعب للغايه، ويعني ماديا واقتصاديا ونفسيا وحتى كل يعني كل الابواب المتاحه امامهم مقصده، ودائما الحوثيون يستفيدون من الثغرات التي تتركها الشرعيه في الاتجاه الاخر، يتوسعون في هذا الاتجاه او يتوسعون في هذه الثغرات التي تتركها. وضع الناس في وضع صعب جدا، ومن لا يجد قوت يومه يعني يصعب عليه ان يخرج او يحمل السلاح او ان يعترف. يعني حصل كثير الناس اليوم هنالك حاله من السخط وحاله من الغضب وحاله من الاحتقان الداخلي بشكل كبير جدا، لكن لم يتم توظيفها التوظيف الصحيح، ولا يمكن ان توظف ما لم يكن هنالك يعني طريقه تستطيع ان تؤتي بنتائج. حتى الان يعني تستنزف مثل هذه الاحتقانات ويبردها الحوثي ويقمعها بشكل او باخر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ فهد سلطان الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وعودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، مسألة مقاومة الناس لهذا الجبروت الحوثي بطرق يعني سلمية، لا نقول مواجهة شوارع ولا تجمعات ولا، ولكن على الأقل يعني مقاطعة مثل هذا القرار، يعني مسألة أن أحصل على دبة الغاز مقابل تسديد الزكاة، لا أشتري دبة الغاز، هل ممكن ذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون؟ طبعا المواطن الحقيقة هو فعلا يعني الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية والعسكرية، اليوم القمع الشديد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية ضد المواطنين، يعني القتل بلا سبب، الاعتقال والاختطاف من البيوت، يعني أحدث إشكال كبير يعني لدى الناس. لكن هناك احتقان يتنامى
بشكل كبير، هناك ضغط هائل، ربما يعني تنفجر حالة الناس، يعني الوضع لا يطاق. أما أنه أن يقاطع المواطن دبة الغاز، الحقيقة هو لا يحصل عليها إلا بشق الأنفس، وحتى لا يحصل عليها يعني عندما يعني نسمع أن المواطن يحصل على دبة الغاز بمقابل سند زكاة الفطر، هو أيضا لا يحصل عليها بالسعر الرسمي المقرر من شركة الغاز. شركة الغاز يعني المفترض أن يصل دبة الغاز تصل إلى المواطن ب 1500 ريال، يعني هي تباع ب 1200 وشيء هكذا لكي تصل إلى المواطن ب 1500، مع ذلك لا يحصل عليه بهذا السعر. المواطن إذا قاطع يعني الغاز هو في كل الحالة سيضطر أنه يشتريه بأضعاف مضاعفة. وضع الناس لا يحتمل مزيد من الغلاء، لا يحتمل مزيد من المكابرة. بعض الناس ربما لديهم القدرة على أن يعني يقاطعوا هذا القرار، لكن هناك أيضا البدائل ستكون صعبة، يعني فرض الجبايات الكبيرة وأيضا الذهاب إلى السوق السوداء يشتريه بأضعاف يعني هذا السعر. وحتى يعني عند العاقل لا يحصل عليه المواطن متى ما أراد، يعني المواطن يسجل لفترة قد تصل إلى شهر وقد تصل ليحصل عليه. هذا الضغط وهذا الابتزاز يعني من أجل يعني إخضاع أكثر، بس فقط لأجل إيجاد مورد جديد يعني من موارد الابتزاز، وهو زكاة الفطر، يعني يضمنون أن يبتزوا هذا المواطن بمورد يعني جديد. المواطن بالأخير يعني هو يبحث عن أقل تكلفة يمكن أن يعني تصل إليه الخدمة وسلعة الغاز التي لا يستطيع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. نعم، إذا أستاذ محمد، يعني ما هو دور الشرعية فيما يحدث؟ يعني هؤلاء المواطنين يتبعونها شاءت أم أبت؟ نعلم أنهم تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، ولكن يعني الشرعية لم تساهم أيضا في محاولة دفع الرواتب لهؤلاء المواطنين. الغاز يخرج من مأرب بسعر يعني الأسطوانة ب 1200 حتى تصل للمواطن ب 1500، ومع ذلك تباع عند عقال حارة من 3500، يعني أكثر من الضعف، وتباع في السوق السوداء من 8 إلى 10 ألف. يعني ألم تستطع الحكومة يعني عمل أي تصرف والغاز يأتي من يعني من عندها؟ واجب الشرعية بالدرجة الأولى إنهاء معاناة المواطنين الذين يتبعونها، لا شك هم يتبعونها، وكل قرية في اليمن سواء كانت تحت سيطرة الشرعية أو سيطرة الميليشيات هي مسؤولة عنها، يعني الشرعية مسؤولة عنها، يعني مسؤولية كاملة. يعني ما يجب على الشرعية هو إنهاء معاناة هؤلاء المواطنين عبر حسم المعركة العسكرية مع هذه الميليشيات التي لا تفهم غير لغة السلاح، ولا يمكن الحد من بطشها إلا بإزالة نفوذها من هذه المناطق التي هي الأكثر كثافة سكانية، يعني في اليمن المحافظات الأكثر كثافة سكانية. أما ما يتعلق بالإجراءات، هناك ربما يكون هناك إجراءات يجب على الشرعية أن تقوم بها فيما يتعلق بالغاز. مثلا الغاز المنزلي هو يأتي من مأرب، وكنا قبل فترة العام الماضي تحديدا سمعنا عبر اجتماع محافظي محافظات إقليم آزال، يعني اجتمعوا وتكلموا عن ونقلوا للمواطن بشارة أنه سيتم تحرير سعر الغاز وسيتم وضع حلول لهذه المعضلة لمنع ابتزاز الميليشيات لهذا المورد بالنسبة لها، وأيضا لهذه الخدمة بالنسبة للمواطن. لم يتم شيء الحقيقة بعد ذلك. يجب على الشرعية أن تضغط على أن يعني سواء عبر يعني السعي لتحرير سلعة يعني الغاز، أو عبر حتى المنظمات الدولية والإنسانية على أن يتم يعني الضغط بهذه الورقة، ورقة معاناة المواطن، لأنه ليس هناك مبرر. يعني الغاز المنزلي يأتي من داخل الوطن ومتوفر، وقد عقد أكثر من مؤتمر صحفي، تحدثت شركة الغاز بأن لا يوجد هناك أي إشكالات يعني في وصول هذه السلعة إلى المواطن. فقط يعني معاناة المواطن تأتي من جهة واحدة، وهي بالنسبة يعني الحوثيين في هذا الجانب. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ محمد أن ينضم معنا مدير مركز العاصمة الإعلامي عبد الباسط الشاجع عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ عبد الباسط. مساء النور وحيا الله المشاهدين الكرام. أهلا بك. إذا يعني تصاعد نظام جباية الحوثيين على المواطنين أستاذ عبد الباسط الذين يقعون تحت سيطرتهم، كل مرة لديهم أسلوب جديد. كيف تابعت قرار دبة الغاز مقابل سند تسديد الزكاة؟
نعم، لا يمر يوم في العاصمة صنعاء إلا وتزداد وطأة المعاناة على الملايين من المواطنين في الذين يسكنون العاصمة صنعاء بفعل هذه الممارسات التعسفية من قبل ميليشيات الحوثي. الجبايات هي كابوس يؤرق كاهل الملايين اليمنيين. لا يمر طبعا أسبوع إلا ويختلقون حيل جديدة ببريعة نهب أموال اليمنيين، سواء كانوا مواطنين أو كانوا حتى تجار أو كانت حتى محلات أو شركات. قبل شهر حصلنا على معلومة بأن مصرف الكريمي وهو يعد من البنوك الرئيسية في البلد لم يصمد أمام جبايات الحوثيين، فتمكن من نقل نشاطه الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعدما طلب منه الحوثيون حوالي 30% من الأرباح بأن يعطيها لما يسمى بالمجهود الحربي. هناك أيضا تضاعفت في شهر رمضان المبارك بدعاوى مختلفة جبايات. أغلقوا بالأمس أيضا سيتي ماكس وهو مول شهير في العاصمة صنعاء بذريعة بأنه يتعامل مع الأوراق النقدية الجديدة. هو العام الماضي طلبوا منه 120 مليون ريال ولم يتمكن من دفع هذا المبلغ الكبير، وكلها تذهب إلى جيوب ميليشيات الحوثي فأغلقوه للمرة الثانية. جبايات كبيرة ولا تنتهي يعني. نعم، إذن كيف تعلق على موضوع جعل الزكاة كواجهة دينية واستخدامها لرفض المجهود الحربي والضغط بها على المواطنين؟ طبعا هذه ممارسات تنتهجها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على الدولة. حرمانهم حرمان المواطنين، حرمان ملايين المواطنين من الخدمات الأساسية، من كهرباء، من ماء، من غاز. الغاز وهو أبسط الخدمات الأساسية يتم تسييسها من قبل ميليشيات الحوثي. هذا أسلوب انتهجته الميليشيا من أجل تركيع وتخضيع وإخضاع هؤلاء الملايين من المواطنين لمشروعها. بدل أن تظل جائعا في البيت عليك أن تأتي إلي وأعطيك أسطوانة غاز ثم تذهب معي إلى جبهة القتال أو تتبعني في الالتحاق بدورة طائفية أو من هذا القبيل. هكذا يتم تخيير سكان العاصمة صنعاء، إما أعطيك أسطوانة غاز أو تموت جائعا في البيت وكذا. هذا أسلوب هي عصابة، ميليشيا الحوثي عصابة تنتهج تجويع اليمنيين من أجل إخضاعهم لمشروعها للأسف. نعم، إذا برأيك أستاذ عبد الباسط لما لا يتم تحرير سوق الغاز وحل هذه الإشكالية بالنسبة للمواطنين؟ ألا تفكر الشرعية ب أي حل لمساعدة هؤلاء المواطنين الذين يقبعون تحت سلطة الميليشيا؟ طبعا الحكومة الشرعية تتحمل جزء كبير من المسؤولية. تقريبا العام الماضي اكثر خمسه محافظين من المحافظات الخاضعه لسيطره الحوثي، العاصمه صنعاء وصنعاء والمحويت واب وبعض المحافظات، شكلوا لجنه سموها غرفه خاصه لاداره الغاز المنزلي في المحافظات الخاضعه لسيطره الحوثي، لكن للاسف لم تقم بمهامها على اكمل وجه. كانت هذه اللجنه هي نواه خير من اجل أن يصل الغاز بسعره الرسمي 1500 ريال أو 1000 ريال إلى العاصمة صنعاء، وأن يكون بعيدا عن ابتزاز وعن ابتزاز ميليشيا الحوثي، لكن للأسف هذه اللجنة لم تقم بدورها، بل وللأسف دخل فيها نافذين تابعين للمحافظة المحافظات ودخلوا في صفقات مشبوهة للأسف، بدل أن يراعوا ما يعانيها المواطنين في محافظاتهم، إلا أن نافذين أعاقوا عمل هذه اللجنة وتسببوا بإعاقة أو استكمال أدائها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الباسط الشاجع مدير مركز العاصمة الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. كما أشكرك أستاذ محمد القليسي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.